هيا هدري مش هذا الحراك ونتمنى ان شاء الله يسددوا لنا هذا الحراك تاع 2019 عجبنا بزاف لان الشعب فاق بالشيء اللي كان مضرور منه والحراك هذا عجبنا بزاف الله يجعل ربي ان شاء الله وباذن الله جو بريسيز للحكام اللي هما على نيه صافيه الله يقدرهم على هذا الحل اللي يجيبونا باسكو حنايا كبار حنا نتمنوها لهاد الشباب هو اللي راه مضرور بزاف وانيشان هذه هي خويا الشباب وسيرتو لا راح لنا العلم انا راهم غايديني هادو طلبه جامعه طلبه اللي راها فاتتهم ال لي كومبوزيسيون تاعهم ما داروهمش.